بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي طلاب الصف الثامن الثانوي لمادة التاريخ، يتجدد اللقاء مع منصة البث لوزارة التربية والتعليم. معكم اليوم فايزة فيالة، أحييكم وأديكم النهاردة حصة جديدة من حصص الدرس الثاني اللي هو من ظهور الإسلام. بس عايزة أفكركم بسرعة دروس الوحدة بتاعتنا. إحنا النهاردة في الدرس الثاني من الوحدة الأولى، يعني خدنا الدرس الأول اللي هو حضارات شبه الجزيرة العربية قبل ظهور الإسلام، وبعدين بدأنا قبل كده في الدرس الثاني. بقالنا دلوقتي دي 3 حصة لينا من حصص ظهور الإيه؟ ظهور الإسلام. هتعتبر دي الحصة الأخيرة ونخلص الدرس الثاني من ظهور الإسلام، وبعد كده إن شاء الله يبقى لسه لنا الدرس الثالث والدرس الرابع ونخلص الوحدة الأولى. أحب برضو أعرفكم قبل ما الحصة نخلصها مع بعض النهاردة إن في فورمين لازم تجاوبوهم كده وتبعتوهم ان شاء الله. الفورم اللي فات في بعض منكم اللي هو رد عليه وجاوبه، انا ظبطت فيه حاجات تانية فبعته لكم مرة تانية وعملت لكم فورم ايه، فورم جديد، محدش يخرج من الحصة غير بعد ما ياخدهم ان شاء الله. دي نقطة. النقطة الجاية، الحصة الجاية بمشيئة الرحمن هيبقى معادي معاكم يوم الحد بإذن الله، ودي هعملها لكم الحصة، هعملها لكم مراجعة على ما تم دراسته من الدرس الأول والدرس الثاني، ولو خدنا حتة صغيرة جدا من الدرس الثالث اللي هو الدرس الجديد، بس هتكون حصة مراجعة. يا ريت كلكم تبقوا موجودين علشان تستفادوا إن شاء الله. نبدأ مع بعض يا شباب الدرس بتاعنا النهاردة اللي هو بعنوان إيه؟ اللي هو البحث عن مراكز جديدة لنشر الدعوة الإسلامية. إحنا المفروض إن إحنا لما ناخد الدرس المفروض نخرج منه بأهداف، لأن الأهداف دي هي اللي بتبقى موضع الامتحان. يعني السؤال لما بيجي لك في الامتحان بيبقى جاي لك من الأهداف، فأنت المفروض تبقى عارف زي ما معودينكم كل مرة بنقول لكم الأهداف الأول، مش بنقول عشان بس إن هي مجرد تقضية وقت، لأ، بنقول لكم الأهداف عشان تبقوا عارفين أنتوا المفروض إيه النقاط اللي تحصلوها من دراستكم للدرس. فإحنا النهاردة بما إن إحنا هناخد بحث النبي عليه الصلاة والسلام عن مراكز لنشر الدعوة الإسلامية، مراكز جديدة خارج مكة، فإحنا المفروض إن إحنا كنا عارفين مع بعض إيه؟ نعرف مع بعض نحدد أسباب اختيار الرسول صلى الله عليه وسلم بلاد الحبشة عشان تكون دار هجرة أولى للمسلمين. الكلام ده المفروض إن أنتوا خدتوه امبارح اللي هي الحبشة. النهاردة بقى هنستنتج أسباب اختيار النبي عليه الصلاة والسلام للطائف مركز لنشر الدعوة. ليه النبي راح الطائف بالذات؟ هنحدد مع بعض على الخريطة خط سير الهجرة للمدينة، وهنحدد دور بعض الشخصيات في نجاح الهجرة. المفروض ان انت لما تاخد معايا الدرس تخرج منه في النهاية ان كل مجموعة من الشخصيات ساعدت النبي عليه الصلاة والسلام في الهجرة الى المدينة، فالمفروض حضرتك تبقى عارف في نهاية الدرس كل شخصية كان دورها ايه. اخر حاجة ان احنا نستخلص دروس وعبر من هجرة الرسول، لازم نبقى عارفين النبي عليه الصلاة والسلام هاجر للمدينة، ايه الدروس من هجرته للمدينة، اكيد احنا نستفاد على المستوى الشخصي حتى، ونقتدي بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام وصفاته. ندخل مع بعض في الدرس بسرعة كده. أفكركم إن أنتم خدتم امبارح أساليب النبي عليه الصلاة والسلام في مواجهة أعداء قريش. أنتم عارفين لما درسنا مع بعض إن قريش اتبعت مجموعة من الأساليب ضد الدعوة المحمدية، وكان منها الإيذاء والتعذيب، وكان نشر الشائعات اللي هي الحرب النفسية، وكمان كانوا بيعملوا مقاطعة اقتصادية ومقاطعة اجتماعية، وحاولوا يتفاوضوا مع النبي ويساوموه. كل ده شرحناه بالتفصيل، وامبارح شرح لكم ان النبي عليه الصلاة والسلام واجه هذا العداء بتاع قريش، ما واجهوش بعداء تاني، وخدتوا الحكمة من كده ان هو اتبع اسلوب الحكمة والموعظة والصبر والتحمل وانقاذ المستضعفين على قد ما يقدروا، والبحث عن مراكز جديدة لنشر الاسلام خارج مكة. فاحنا النهاردة بقى هندخل في البحث عن مراكز جديدة لنشر الإسلام. الأستاذة سحر امبارح شرحت لكم أول مركز من مراكز الرسول عليه الصلاة والسلام اتجه إليها عشان ينشر الإسلام خارج مكة، هو هجرته للإيه؟ للحبشة. طبعا أنا مش هتطرق إليها لأن هي تم شرحها امبارح. خدتوا فيها موقف قريش لما النبي أمر الصحابة بالهجرة للحبشة، وخدتوا إن هي كانت هجرتين للحبشة في العام الخامس والعام السابع، واحدة بعد الإيذاء والتعذيب، والتانية بعد المقاطعة الإيه؟ المقاطعة الاقتصادية، والاتنين كانوا بنفس الاتجاه لبلاد الحبشة، وعرفتوا سبب اختيار النبي عليه الصلاة والسلام للحبشة بالذات. النهاردة بقى هنشوف مع بعض
تاني مركز من مراكز اللي الرسول عليه الصلاة والسلام حب ينشر فيها الدعوة الإسلامية هي الطائف. الطائف دي يا ولاد لو أنا جيت أبص هلاقي النبي عليه الصلاة والسلام نتيجة اشتداد إيذاء قريش للرسول، طبعا بدأوا يؤذوا أكتر ويؤذوا المسلمين أكتر، فأنا جايبت بالكم لماذا؟ تفتكر ليه قريش أذت النبي أكتر هو والصحابة اللي آمنوا بيه؟ طبعا لما بدأ إيه؟ لما بدأ أعداد المسلمين داخل مكة يزيدوا. وكمان سبب تاني، لما لقت إن الأشراف خير الوجهاء الناس اللي عندها في مكة بدأوا يدخلوا الإسلام، فطبعا ده هيشجع الأصغر منهم في المكانة إن هو يدخل الإسلام، فده كان هيأثر زي ما احنا عارفين على مكانتها الدينية ومكانتها الاقتصادية، عشان كده اشتد إيذائها للرسول. تاني حاجة، الحاجة التانية، انتوا فاكرين ان النبي عليه الصلاة والسلام توفى عمه وتوفت زوجته السيدة خديجة، الاتنين دول كانوا بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام مصدر ايه؟ مصدر تدعيم للدعوة بتاعته. كان بالنسبة لعمه مركزه بين القريشيين كانوا بيعملوا له حساب، وفي نفس الوقت السيدة خديجة برضو المفروض ان احنا نستنتج برضو منها حتة ان السيدة خديجة كانت بتمثل ثقل اقتصادي في قريش. ما انت هتسأل نفسك وهتقول طب هي ليه قريش بعد ما السيدة خديجة توفاها الله اشتد إيذائهم للنبي عليه الصلاة والسلام؟ ده هي سيدة امرأة. هقول لك، لأن السيدة خديجة رضي الله عنها كانت بتمثل دور اقتصادي مهم جدا في قريش أو في مكة، اللي هي عملية التجارة، كانت التجارة بتاعتها تجارة واسعة وكبيرة، فبالنسبة لهم بتمثل لهم تهديد، فما يقدروش يضيقوا الخناق على النبي في وجود السيدة خديجة. يبقى هنا لازم أن تستنتج معايا حتة إيه؟ الناحية الاقتصادية، إن كانت بتأثر على قريش وبتعمل ايه، وان هي بتعمل حائل بين ايذاء النبي عليه الصلاة والسلام، الناحية الاقتصادية بتاعت السيدة ايه، السيدة خديجة. طيب النبي عليه الصلاة والسلام نتيجة اشتداد هذا الايذاء ووفاة زوجه وعمه حب بقى ان هو ايه، ان هو يروح مكان جديد ينشر فيه الدعوة، فخرج للطائف. طيب هو خرج للطائف لما فكر ان هي هتبقى احسن حالا من مين، من مكة. هجيب لكم اهي على الخريطة نشوف مع بعض الطائف موجودة فين بالنسبة لمكة. شايفين مكة اهي، دي مكة اهي، الطائف في جنوبها على طول، ودي طبعا المدينة الثالثة من مدن الحجاز اللي خدناها في بداية السنة، في البداية خالص، اللي هي مكة والطائف ويثرب، الثلاث مدن اللي موجودين في غرب الجزيرة العربية، مظبوط، اللي هي بنسميها مدن الايه، مدن الحجاز. فالنبي عليه الصلاة والسلام اتجه جنوبا، دي برضو ممكن تكون موضع سؤال، اتجه النبي إلى الطائف علشان تكون مكان جديد، ربما تكون الناس اللي فيها أحسن من القريشيين من أهل مكة، يمكن يقفهم جنب النبي عليه الصلاة والسلام يجد فيهم دعم، فاتجه ناحية الطائف. بمعنى تاني نقول اتجه جنوب مكة، يبقى احنا استنتجنا دلوقتي ان هو اتجه إلى جنوب مكة، راح فين؟ راح الطائف صلى الله عليه وسلم. طيب يا ترى فكرة النبي عليه الصلاة والسلام عن الطائف ان هو كان بيأمل ان يجد فيها دعم، هل فعلا وجد فيها دعم؟ تعال نشوف بقى النتيجة بتاعت هجرة النبي، او نقول عليه رحلة النبي الى الطائف. تعرض النبي صلى الله عليه وسلم للإيذاء من اهل الطائف. هتقولولي كده، نتكلم مع بعض كده ونفهم، هل النبي عليه الصلاة والسلام امر المسلمين بالهجرة الى الطائف ولا كانت هجرة فردية؟ ده برضو موضع استفسار وسؤال. هجرة ايه؟ يعتبر النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي راح لايه؟ راح للطائف يدعوهم للدخول في الدين الجديد، فوجد منهم قلة، نقول قلة ايه؟ اساءة شديدة جدا، عشان مينفعش اقول الكلمة التانية، اساءة شديدة جدا لشخص النبي عليه الصلاة والسلام، وكلنا عارفين ان هم عملوا معاه ايه؟ ورموه بايه؟ واذوه بايه؟ لحد ما الدماء سالت منه. وطبعا كلكم عارفين الدعاء المشهور بتاع النبي عليه الصلاة والسلام، ان هو كان بيقول لربنا فيه ان اي حاجة تحصل له من هذا الإيذاء وهذا التعذيب لا يبالي، يعني مش متضايق يا ربي، انا بس كل اللي انا عايزه ان انا انشر دعوتك.
طيب نستفيد ايه يا شباب؟ ناخد من دي درس مستفاد. ايه الدرس المستفاد من هجرة النبي او رحلة النبي الى الطائف؟ نستفاد منها ايه؟ ها، انا عايزاكم تفكروا يا شباب، عشان الحاجات دي هي دي اللي هتمتحنوا فيها وتسألوا فيها الاستنتاجات بتاعتكم. ها، انا استنتج ان النبي عليه الصلاة والسلام، انا هستنتج وانتوا تستنتجوا معايا، ان ممكن نستنتج ان النبي عليه الصلاة والسلام لما راح للطائف كانت لأسباب اجتماعية وأسباب دينية. أسباب اجتماعية اللي هو وفاة عمه وزوجه خديجة، وأسباب دينية لنشر الدين في مكان جديد غير إيه؟ غير مكة، صح؟ استنتجنا كمان إن قريش اشتد إزاءها للنبي بعد وفاة زوجه خديجة رضي الله عنها، يبقى إذن السيدة خديجة كانت تمثل ثقل اقتصادي في مكة، ثقل اقتصادي في مكة، ده برضو استنتاج. الحاجة الثالثة اللي احنا نقدر نستنتجها برضو الصبر والمثابرة في نشر الدين، ان النبي عليه السلام بالرغم من ان قدماه ادميت، اللي هنيجي نبص نلاقي الخطوة اللي بعد كده انه ما يأسي زي البعض مننا، اول ما بيتعرض لأول موقف في حياته وكان عايز يوصل لهدف معين ويتعرض لأي شيء سلبي يبقى يقف مكانه وما يتحركش. لا، احنا لازم يبقى عندنا الناحية الايه؟ الناحية الإيجابية، زي ما احنا قلنا في الهدف اللي احنا شرحناه قبل ما ندخل في الدرس، قلنا ان احنا لابد ان احنا نستفيد دروس مستفادة من حياة النبي وناخد منه صفات. اهي دي الصفات اللي احنا هناخدها مع بعض من شخصية النبي عليه الصلاة والسلام، المثابرة في نشر هدفك. طيب الحاجة بقى الثالثة او المكان الجديد اللي النبي عليه الصلاة والسلام هيذهب اليه علشان ينشر الدين بتاعه، حاجة بص لاقي النبي عليه الصلاة والسلام عمل حاجة اسمها الطواف على القبائل. الطواف على القبائل، بالله عليك عايزاك تركز معايا في النقطة دي كده، الطواف على القبائل. هنجيب القلم مع بعض علشان برضو ايه نحدد. بقول النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن عاد من الطائف، ها، رجع يعرض نفسه على القبائل في مواسم الحج. طيب انا استنتج على طول ان النبي عليه الصلاة والسلام لما طاف على القبائل، طاف على القبائل في اماكنهم في القرى او المدن او المكان اللي هم ساكنين فيه، ولا في برضو مكة؟ ها، طاف عليهم في مكة، ها، مستغلا النقطة التانية، مستغلا مواسم الحج. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام استغل موسم الحج علشان يدعو القبائل اللي جايه للحج للاصنام بتاعتها والاوثان بتاعتها، فيعرض عليهم الدين. يبقى انا دلوقتي الحته دي ممكن استنتج منها النبي عليه الصلاه والسلام تميز بالذكاء والفطنه، ان هو يستغل موسم الحج لان فيه بيبقى فيه معظم القبائل موجوده، فهنا يبقى العدد ايه؟ يبقى العدد هنا اكبر. تمام يا شباب؟ طيب لما اقول يطلب منهم الإيواء والنصرة، يطلب منهم الإيواء والنصرة، استنتج من دي على طول، ها، استنتجوا معايا كده يا شباب، أول ما هتبدأوا تشغلوا عقلكم هتطلعوا حاجات مبدعة جميلة جدا. ها، يطلب منهم الإيواء، يبقى أنا على طول استنتج إن النبي عليه الصلاة والسلام بيخطط لإيه؟ ها، بيخطط للهجرة، بيخطط للخروج من مكة. يبقى شوفوا كلمة الإيواء دي ما تعديش عليك كده عد الكرام، لأ، وانت بتذاكر حضرتك لازم انت تركز في كل كلمة وتطلع منها ايه اللي انت استفدته وايه اللي هو اللي ورا الكلام. فهنا الرسول عليه السلام يطلب منهم الإيواء والنصرة لما يهاجر إليهم، يبقى هنا الرسول بيخطط للهجرة قبل ما هاجر للمدينة، زي ما هنشوف بعد كده آخر مرحلة للنبي عليه الصلاة والسلام الهجرة ليثرب، صح؟ هو بقى كان بيخطط للهجرة إلى يثرب قبل الهجرة. يبقى دي من الإبداعات اللي احنا نطلعها دلوقتي في الشريحة اللي قدامنا. طيب تعال نشوف كده، من هذه الوفود يعني من القبائل اللي كانت موجودة في موسم الحج والنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم على الدين الجديد، 6 رجال من يثرب من قبيلة الخزرج. وعايزك تعمل ستريس كده، تعمل ايه يعني، توقف قوي على كلمة قبيلة الخزرج عشان هنشوف حاجة دلوقتي كمان شوية، فمحدش يقول اشمعنى الخزرج لما نيجي عندها. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام لما
ها انتظر مواسم الحج، مواسم مش موسم واحد، يعني فيها هنا ايه، فيها تكرار، فيها عدم ايه، عدم الواحد يبقى عنده ايه، عنده مصابرة، ما يبقاش ايه من اول حاجة وايه ويستسلم، يبقى دي حاجة. ها طلب منهم الايواء والنصرة، يبقى نستنتج ان النبي عليه الصلاة والسلام بيخطط للهجرة من قبل الهجرة نفسها اللي احنا هنشوفها. طيب لما قابل بقى في موسم الحج قبائل، قابل وفد من قبيلة الخزرج من يثرب، يبقى احنا هنشوف هنا دور مين بقى من اول الحتة دي، هنشوف هنا دور مين، دور يثرب. احنا شفنا دلوقتي دور مكة، نركز مع بعض، شفنا دور مكة اللي هي في الحصص اللي فاتت، وعملوا ايه مع النبي، والنبي عمل معاهم ايه، وبعدين شفنا المدينة الثانية من مدن الحجاز اللي هي مدينة الطائف، وعرفنا حصل للنبي عليه الصلاة والسلام واستفدنا دروس مستفادة ايه. دلوقتي هنشوف دلوقتي بقى من البداية، دلوقتي هما مين بقى، دور يثرب اللي هي المدينة الثالثة من مدن الحجاز. الستة اللي من قبيلة الخزرج، النبي عليه الصلاة والسلام دعاهم للإسلام فأجابوه، يعني استجابوا للدعوة. وبعد كده رجعوا فين؟ رجعوا إلى يثرب لبلدهم، يحدثون الناس عن الإسلام. فهنا الدعوة أخذت بقى إيه؟ وضع بشكل جديد. إيه بقى حكاية وضعها بشكل جديد هناك؟ تعال نشوف كده، نقعد نفتش مع بعض في الكلام ده. أنا شفت دلوقتي لما أجي أقول لك أول دعم، أول دعم للنبي أو للدعوة الإسلامية من خارج مكة، أول دعم، أول دعم من خارج مكة للنبي عليه الصلاة والسلام، هتقول مين؟ وجدوا منين؟ وجدوا، لو جالك مدن يبقى وجدوا من يثرب، لو جالنا قبائل هنختار مين؟ قبيلة الخزرج. طيب نستفاد ايه كمان؟ النبي هو دعاهم فين؟ دعاهم هما في مكة، هيرجعوا بلدهم، يعني هما دلوقتي ايه، مفوضين او مندوبين عن النبي عليه الصلاة والسلام فين؟ في المدينة. يبقى اذا الدعوة المحمدية انتشرت في المدينة قبل هجرة الرسول إلى المدينة، العبارة دي صح ولا غلط؟ ها انتشرت الدعوة المحمدية في المدينة قبل هجرة النبي إليها، طبعا العبارة صحيحة. طب إيه؟ إيه دليلك أو مع ذكر السبب؟ هتقول الحتة بتاعت الوفد بتاع قبيلة الخزرج في موسم الحج، ستة من الرجال استجابوا للنبي، رجعوا إلى يثرب وقاموا بإيه؟ بنشر الدعوة في بلادهم. تمام يا شباب؟ ماشي. طيب يبقى انا كده الدعوة بدأت تخرج خارج من بقى؟ ها خارج مكة، يبقى بدأت الدعوة من خارج مكة في الحتة بتاعت موسم الحج دي او قبل هجرة النبي، وعرفنا الحتة بتاعتها. الحتة الثانية ان قبيلة الخزرج لعبت دور ايه؟ لما استجابت وراحت بلدها تنشر الدعوة، لعبت دور ايه؟ دور دعوي، دور دعوي، يعني زي الدعاة اللي بنبعتهم للدول اللي هي خارج ايه، خارج مصر، عشان ينشروا الاسلام في الدول دي. طيب ده بالنسبه لايه، بالنسبه للشريحه اللي قدامنا. ندخل في اللي بعدها. يا ريت يا شباب اللي عايزني اعيد له حاجه، يا ريت وهو بيكتب على الشات يكتب لي الحته اللي هو مش فاهمها، يعني يقول لي الحته بتاعت مثلا الطواف على القبائل يا مس، عيدها لي تاني، هعيدها لك بيني وبينك على الشات، لان في شباب بيكتبوا لي دي مش فاهمها، لما برجع لكم بعد ما بخلص الدرس مبقاش عارفه انتوا كنتوا قايلين على ايه بالظبط. طب نشوف مع بعض الباقي. طبعا بعد مرور عام، ها النبي عليه الصلاه والسلام قابل وفد تاني من يثرب، يعني كل سنه اهو في ايه؟ في تجديد كل سنه اهو، وفي اتساع للدعوه. عايزاكم تركزوا معايا، في تجديد وفي ها الرسول بيجدد كل سنه اهو الدعوه، ما وقفش عند سنه معينه وقال كفايه كده، لا بيكمل، وفي نفس الوقت الناس بتزيد. تقابل الناس دي فين؟ عند العقبة، مكان اسمه العقبة بين مكة وبين منى. فكانت بيعة العقبة الأولى، وبعد عام تاني كانت بيعة العقبة التانية، يعني أنا عندي دلوقتي بيعتين، عقبة أولى وعقبة تانية. وعرفنا في الشريحة اللي قبل دي إن كان فيه دخول إسلام من قبيلة الخزرج من يثرب في العام اللي قبله، يعني هو العام إيه؟ العام الـ11. تعال نركز كده في أفكارنا. يبقى أنا عندي دلوقتي النبي لما دعاهم إلى الإسلام القبائل في موسم الحج كان في العام، ها لما آمن به ستة من الرجال من قبيلة الخزرج كان في العام الكام؟ الـ11. بعد كده بيعة العقبة الأولى هنشوفها في العام الـ12، العقبة الثانية في العام الـ13. وسهل قوي إن إحنا نفهم بيعة العقبة الأولى اللي في العام الـ12
هناخد من كلمة أو من سنة 12، 12 إيه، هجرة ولا 12 بعثة؟ 12 بعد البعثة، لأن بعد ما النبي زي ما قلت لكم قبل كده بعد ما يهاجر المدينة، بعد كده هنقول من الحساب بقى بتاعنا بعد في العام الأول الهجري، في العام العاشر الهجري، وهكذا. في العام ال 12 من البعثة دخل 12 رجل، يعني العام الثاني عشر دخل 12 رجل من الأوس برضو والخزرج. هنا بقى الجديد بقى عند مين؟ عندي الأوس، تمام، ورجع تاني من قبيلة الخزرج. يبقى أنا مستمرة مع مين؟ مع قبيلة الخزرج أهو، كل شوية حد بيدخل إيه في الإسلام منهم، تمام. بيعوا النبي على إيه؟ بيعوا النبي على الإيمان بالله ورسوله ومكارم الأخلاق. طبعا إحنا نستنتج من مكارم الأخلاق دي حرص الدين بتاعنا على الإيه؟ على العامل الاجتماعي. يعني إيه؟ يعني الدين المعاملة، الدين المعاملة. يبقى دي ناحية إيه؟ ناحية أخلاقية بتمثل لنا ناحية دينية وناحية اجتماعية. طيب بيعة العقبة الثانية اللي في العام 13، ها عام 13 هنبدأ بالثلاثة بقى، 73 رجل برضو من الأوس والخزرج ومعاهم امرأتين، يعني 75. شايفين العدد كل مرة بي إيه؟ بيزيد. بنستنتج وبنستفيد درس مستفاد من هنا، عدم إيه؟ عدم اليأس، نستفيد الصبر، التحمل، الاستمرار، التفاؤل، تعدد المحاولات. كل ده موضع سؤال يجي لك فيه من خلال دراستك لحياة النبي عليه الصلاة والسلام في نشر الدعوة الجديدة بالطواف على القبائل، بنستفيد منها. ها ويقول لك شوية ايه، شوية كده حاجات دروس مستفادة من شخصية النبي، صفات من شخصية النبي، تبقى انت عارف ان كل هذه الصفات موجودة في الحتة بتاعة الطواف على القبائل ورحلة الطائف. ندخل في الحتة المهمة اللي هي حتة ايه بقى، نجيب القلم تاني، الحتة بتاعت ان النبي عليه الصلاة والسلام بيعوه على الدفاع عن الاسلام ونصرته وتحقيقا لهذا عمل حاجة. مين اللي بايع النبي على عن الدفاع عن الاسلام؟ ها الاوس والخزرج، ال 73 رجل وامرأتين بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام بايه؟ بان هم يدافعوا عن الدين وينصروه. هينصروه لما ايه؟ لما هيرجعوا تاني الى يثرب فينشروا الدعوه، وينصروه لما النبي عليه الصلاه والسلام يهاجر ليهم. يبقى ده برضو بنستفيد منه التخطيط المسبق للهجره المحمديه الى يثرب. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام كان عايز يوحد صف مين؟ صف المسلمين اللي من الاوس والخزرج. عايز واحد صف المسلمين اللي لسه هيدخلوا في الاسلام على ايد الاوس والخزرج. فعمل حاجه اسمها انتخاب 12 نقيب. عارفين النقيب؟ النقيب اللي هو بيبقى ممثل عن مجموعه او عن طائفه او عن فئه، زي نقيب الاطباء، نقيب المعلمين الى اخره، بيبقى مسؤول عنهم وعن مصالحهم وعن مشاكلهم. فهو انتخب من المجموعه اللي دخلت في الاسلام، انتخب منهم 12 نقيب. ال 12 دول 9 منهم من الخزرج، ودي الحته اللي كنت بقول لكم ركزوا على الخزرج عشان هنشوفها بعد كده وهتقولوا اشمعنى. اهي دي حته اشمعنى اللي كنت بحكي لكم عليها. 9 من الخزرج و3 بس من الاوس. طبعا هتقولوا ليه؟ لان عدد من دخل الاسلام بعد ان النبي عليه الصلاه والسلام دعاهم للاسلام من قبيله الاوس والخزرج، العدد الاكبر منه كان منين؟ كان من الخزرج. يبقى شيء طبيعي ها وشيء تلقائي ان العدد الاكبر من النقباء يبقوا مين؟ من قبيلة الخزرج، عشان عددهم اكبر، عشان ما حدش يقول ان هنا تحيز من النبي عليه الصلاة والسلام للخزرج. لا، ده مش تحيز، دي حسبة مظبوطة. طيب نخرج من الحتة دي، ان المسلمين من ايام النبي عليه الصلاة والسلام علمونا درس في الحياة السياسية، وهو ايه يا شباب؟ في الحياة السياسية استفدنا ايه من الحياة السياسية؟ فكرة ايه؟ فكرة الديمقراطية. يبقى علمنا النبي صلى الله عليه وسلم دعائم الحكم، دعائم الحكم، الحكم الايه؟ الدكتاتوري، الحكم الايه؟ الحكم الديمقراطي، من خلال النقباء اللي اتكلمنا عنهم، تمام يا شباب؟ ندخل بعد كده في النقطة الجديدة، نسأل بقى نفسنا بقى ونقول هو ليه؟ ليه النبي عليه الصلاة والسلام لما دعا أهل يثرب أقبلوا على الدخول في الإسلام؟ عكس اهل مكه، عكس اهل الطائف. ما ده ممكن يجي لك عليها سؤال،
بس مش هيجي لك بقى سؤال مباشر يقول لك من اسباب اقبال اهل يثرب على الاسلام ويقول لك الحاجات اللي قدامك دي، لا مش هيقول لك ان هم عارفين بامر الرسالات وان هم عايزين حد يلم شملهم وان هم بيتميزوا بالرقه واللين، مش هيقول لك كده، هيقول لك اللي انت استنتجته من الحاجات دي. طب تعال نفهمها الاول وبعدين نشوف هنستنتج ايه. نفهم مع بعض. اقبل اهل يثرب على الاسلام اول حاجه معرفتهم بامر الرسالات من يهود يثرب. انتوا عارفين ان اصلا يثرب فيها قبائل متعدده ساكنه، مش بس الاوس والخزرج ولا هوازن ولا ثقيف ولا اليهود، في عندي قبائل وبطون كثيره موجوده في يثرب. فمن ضمن هؤلاء اللي كانوا موجودين في يثرب هم اليهود، وكلكم عارفين ان اليهود كانوا اصحاب دين اللي هو ايه، اللي هو دين سيدنا موسى عليه السلام التوراة. فكان موجود في التوراة ان ربنا سبحانه وتعالى وسيدنا موسى مكتوب في التوراة ان في رسول هيظهر اسمه محمد صلى الله عليه وسلم، ان في زمن هيظهر فيه نبي جديد اسمه محمد. فلما النبي عرض نفسه على القبائل على اللي هي الوفود دي اللي هي من الاوس ومن الخزرج، فعرفوا وصدقوا في ده النبي اللي اليهود كانوا بيكلمونا عليه، فصدقوه صدقوه بسرعه. يبقى ده اول سبب من الاسباب. طب احنا ممكن نستنتج ايه من السبب ده؟ يعني نستنتج ايه؟ نستنتج ان اليهود كان لهم فايده، كان لهم فايده بالنسبه لنشر الدعوه الاسلاميه في يثرب بتراه ايه؟ بتراه غير مباشره، هم ما امنوش وما دخلوش الاسلام عشان نقول كان لهم فايده في نشر الدعوه عشان هم اللي نشروها، لا هم كان لهم دور غير مباشر ان هم كانوا جيران للاوس والخزرج في يثرب، فكانوا معرفين هؤلاء اللي هم الاوس والخزرج بان في نبي جاي. فلما الاوس والخزرج سمعوا النبي وهو بيدعوهم للاسلام وعرفوا ان هو اسمه محمد صلى الله عليه وسلم فامنوا بيه، يبقى هنا كانت فايده لليهود في نشر الدعوه ولا ما كانش فيه فايده؟ كان فيه فايده بس عن طريق مين؟ عن طريق الاوس والخزرج. تمام. طيب الحاجه اللي بعد كده اللي خلت اهل يثرب يبقوا يقبلوا على الاسلام ان هم بيتميزوا بالرقه واللين وعدم الكبر. لك رقه ولين وعدم ايه؟ وعدم كبر. طيب يعني ايه الرقه واللين وعدم الكبر دي؟ نستنتج منها ايه؟ هنستنتج منها ايه يا شباب؟ حد يقول لي كده؟ يا ريت حد يقول لي يا شباب احنا ممكن نحول حته تميزهم بالرقه واللين دي لايه؟ ها نحولها لعامل ايه مثلا؟ ها ايوه عامل اجتماعي. برافو للي جاوب عامل اجتماعي. بنستفيد منها ان هي عامل ايه؟ عامل اجتماعي. يعني ايه مس فايزه؟ والله ما انا فاهم حاجه. عامل اجتماعي ان حته ان هم بيتميزوا بالرقه واللين دي حاجه، صفه خاصه بالمجتمع بتاع ايه؟ بتاع الاوس والخزرج، صفه بتميز شخصيتهم في حياتهم الاجتماعيه. يبقى اذا ده عامل ايه؟ يبقى ده عامل اجتماعي ساعد وشجع اهل يثرب في الدخول الاسلام. طب احنا ممكن يا مس فايزه نتكلم على اليهود اللي هو العامل الاولاني بتاع اليهود ونحوله برضو لعامل زي ما حضرتك قلت لنا ان ده عامل اجتماعي؟ ممكن نقول على اليهود عامل ديني، عامل ثقافي، صح؟ عامل ديني، ان في يهود يعني اصحاب دين وقالوا لهم على الدين، يبقى ده ناحيه ايه؟ ناحيه دينيه. برافو. طيب نشوف العامل الثالث او الحاجه الثالثه او السبب الثالث، حاجتهم لمن يلم شملهم. حاجه اهل يثرب لمن يلم شملهم اللي هم الاوس والخزرج. الله، هما كانوا متبحترين يعني يا مس فايزه عشان عايزين حد يلم شملهم؟ يا شباب زي ما هنشوف ان شاء الله في الحصه الاولى من الدرس الثالث بعد كده ان شاء الله يوم الاحد باذن الله يكون موجود، يا ريت كلكم تبقوا موجودين. هنلاقي ان كان في حروب بنسميها حروب طاحنه بين الاوس وبين الخزرج. وعلى فكره كان سبب هذه الحروب اللي كانت بين الاوس والخزرج هم اليهود، يعني كانوا لعبوا دور كبير ودور اساسي في ان هم يشعلوا الفتنه بين العرب، بين الاوس وبين الخزرج. فهم بقى كانوا ايه؟ كانوا مطحونين من هذه الحرب، زي ما يكون حد كان في صراع وحياته الاجتماعيه مفككه وجه حد كده راح ايه؟ راح انقذه من العيشه اللي هو عايشها، فما صدق ان حد يجي ينقذه. هو ده نفس الاحساس ونفس الشعور بتاع اهل مين؟ اهل يثرب اللي هم الاوس، وبالذات الاوس مين؟ الاوس والخزرج.
انهم كانوا محتاجين حد يجمع شملهم مرة تانية. ده برضو ناحية ايه؟ ده برضو ممكن نسميه ناحية اجتماعية. ناحية اجتماعية بيدخل فيها العامل السياسي برضو، عشان لو جالنا ده او ده يبقى احنا عارفين. إيه نقول كده بسرعة قبل ما ندخل على النقطة الجديدة، هقولها تاني عشان حبايب قلبي شباب اللي ممكن يكونوا عايزين نعيدها تاني. ان اهل يثرب اقبلوا على الدخول على الاسلام، علشان اول حاجة ان اليهود كانوا قايلين لهم ان في دين جديد جاي والنبي اسمه محمد، فده بنسميه عامل ايه؟ عامل ديني او ثقافي ساعد اهل يثرب على الدخول في الاسلام. في عاملين تانيين اجتماعيين كانوا سبب من اسباب اقبال اهل يثرب على الدخول في الاسلام، هو تميزهم بالرقة واللين، مش متكبرين، وان هما كانوا محتاجين حد يجمع شملهم مرة تانية بعد ما كانوا بيحاربوا بعض متمزقين. ده بالنسبة لأسباب إقبال أهل يثرب. طيب أنا جايب لكم الخريطة اللي قدامنا دي هجرة النبي إلى المدينة، أنا هنتطرق ليها بس مش دلوقتي، في الشريحة اللي بعد كده. هنا بيقول لماذا يثرب؟ لماذا يثرب؟ يعني إحنا عرفنا دلوقتي لماذا أهل يثرب سارعوا للدخول في الإسلام، ليه بسرعة أقبلوا على الدخول في الإسلام، عرفنا سبب ليه هم أقبلوا. طب إحنا عايزين نعرف دلوقتي حاجة جديدة، هي إيه؟ اشمعنى يثرب اللي النبي عليه الصلاة والسلام هيهاجر ليها؟ ده احنا لسه يا مس حضرتك قايلنا من شوية، وحضرتك كنت بتكلمينا على الطواف على القبائل، قلت لنا ان اول ناس دعموا النبي وساعدوا النبي من خارج مكة هم الوفد اللي كان موجود من قبيلة الخزرج اثناء موسم الحج، صح؟ وبعد كده شفنا العام اللي بعده وشفنا بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية، كل الناس اللي دخلت في الدين الجديد منين؟ من أهل يثرب. يبقى شيء طبيعي إن النبي عليه الصلاة والسلام يهاجر إلى يثرب لأن وجد الدعم والنصرة من أهل يثرب قبل الهجرة إليهم. زي ما أنا قلت لكم دلوقتي من قبل كده أعيدها تاني برضو، إن النبي عليه الصلاة والسلام وجد الدعم من أهل يثرب قبل الهجرة وليس بعد الهجرة. وعرفنا ازاي وشرحتها بالتفصيل. الحاجة الأهم من ده إن ده أمر إلهي، ده أمر ربنا سبحانه وتعالى، هو الذي أوحى إلى النبي بضرورة إن هو يهاجر إلى إيه؟ إلى يثرب، وطبعًا لابد من الطاعة. ده بنستنتج منه إيه؟ ها؟ إيه الدرس المستفاد زي ما إحنا قلنا في الهدف؟ إحنا لازم نخرج بشوية دروس مستفادة. إيه؟ طاعة إيه؟ طاعة النبي لأوامر الله سبحانه وتعالى. طاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأوامر الله سبحانه وإيه؟ وتعالى. طيب هل النبي عليه الصلاة والسلام لما قال للصحابة يا جماعة لازم نهاجر ليثرب ونفر بالدين من أهل قريش، هل ممكن حد يقول لك ويشككك ويقول لك ده ضعف النبي؟ الحتة بتاعت إن النبي لما أمر الصحابة بالهجرة ليثرب فرارا بينهم من قريش، ده ضعف؟ ضعف النبي؟ لا طبعا. ضعف إيه؟ بتتكلم وتقول إيه؟ النبي ما كانش ضعيف. ده احنا بنستفاد منها النبي عليه الصلاة والسلام انتوا عارفين مكانته الكبيرة بين كل الرسل عند ربنا سبحانه وتعالى، وكان قادر ربنا يسهل له كل حاجة، بس في صعوبات بتواجه النبي في نشر الدين عشان احنا التابعين للرسالة المحمدية نستفيد منه، نستفيد من القائد العظيم، ان القائد بتاعنا بيمر بصعوبات في نشر دين ربنا، فما بالك بقى يبقى احنا لابد من ان احنا لما يكون عندنا هدف او عندنا رساله او حتى المذاكره بتاعتك على مستواك الشخصي، ان انت نفسك تنجح، نفسك تجيب درجات عليا، نفسك تدخل كليه محترمه، ما هو ده هدف، زي ما النبي كان له هدف ان هو ينشر الدين صلى الله عليه وسلم، بس طبعا شتان ما بين المقارنه، ده انا بديكم مثل عشان الفهم بس. فهتيجي تبص تلاقي ده النبي عليه السلام، النبي نفسه شوفوا حصل له ايه من ايذاء ومن تعذيب، وشوفوا الصبر اللي تحمله، وشوفوا الاستمرارية والتفاؤل اللي كان فيه. يبقى أنا استفاد منه كل ده إن أنا أتعلم منه الصبر والاستماتة في الوصول للهدف، تمام؟ طيب ندخل بقى ونشوف مع بعض موقف الزعيمة قريش، موقف قريش من الهجرة. علمت قريش إن النبي عليه الصلاة والسلام ناوي الخروج من مكة، طبعا مش هتسيبه يخرج. واحد فيكم يقول يا مس طب ما تسيبه يخرج، يعني ما هي هترتاح كده، هترتاح من وجع الدماغ مثلا بالنسبه لها، هي بتفكيرها هي اللي على قد تفكيرها على قدها. ليه قريش عايزه هتقف ضد الهجره؟
ده وقفت ضد الهجرة بإن هي حاولت تمنعه من الخروج، يا إما تخطفه يا إما تسجنه. فكرت في الخطف والسجن، إن هي تسجنه. عقدت اجتماع في دار الندوة، ماشي، اللي هو المفروض دار الندوة ده اللي هما بيجتمعوا فيه لحل المشاكل الكبرى، وإن هما يعملوا فيه أحلاف وينصروا فيه المظلوم زي حلف الفضول والكلام ده. اجتمعت في دار الندوة علشان تتفق إن هي بقى بدل مش خطف بقى ولا سجن، ده وصل العقاب لقتل النبي عليه الصلاة والسلام عشان تمنعه من الهجرة. طب أنا عايزة أقف عند الحتة دي يا حبايب قلبي، يا ريت يعني تكونوا معايا كده ومستجيبين. ها ليه؟ ليه زي ما قلت لكم في البداية، ليه ما ريحتش دماغها وقالت ما يمشي، ما أنا هرتاح من الدعوة بتاعته، على الأقل ما حدش من مكة هيدخل الإسلام جديد من الناس اللي في مكة. أنتوا عارفين حاجات كتيرة جدا جدا تستنتجوها يا شباب من خلال دراستكم للي فات كله، مش الدرس بس بتاع ظهور الإسلام، لا، والدروس بتاعت الحضارة الإسلام، الحضارة بتاعت شبه الجزيرة العربية قبل ظهور الإسلام. إزاي يعني؟ تقول لي إزاي؟ هقول لك إزاي. يعني مثلا أنت عارفين إن مكة شهرتها كانت تجارة ودين، تجارة وإيه؟ ودين. في التجارة، ركزوا بقى معايا كده، لو أنا اتكلمت على التجارة، نجيب الخريطة اللي فاتت عشان نشوف إيه؟ نشوف موقع مكة وموقع يثرب. ادي مكة اهي، نجيب برضو القلم تاني اهو عشان ايه نشخبط مع بعض. بصوا كده، ادي مكة اهي، ادي مكة، ماشي. النبي عليه الصلاة والسلام هيهاجر الى المدينة، تمام. ولو كملنا الخريطة في الشمال فوق هلاقي ايه؟ هلاقي بلاد الشام. إيه؟ مكة كانت بتعمل رحلة الشتاء ورحلة الصيف، صح؟ كانت بتروح فين؟ كانت بتروح لبلاد الشام تعمل معاها تجارة في الشمال. بتعدي على مين؟ بتعدي على يثرب. طب ما هو النبي لو سابته يهاجر إلى يثرب هيقوى هناك ويكبر هناك والمسلمين يكتروا، فهيهددهم دورها الاقتصادي أو التجاري. ده سبب، وهسيبكم تستنتجوا الأسباب الاقتصادية. طيب ده سبب الاقتصادي. طب السبب الثاني اللي هو السبب الديني، السبب الديني اللي هو إيه؟ ان كانت بتيجي معظم قبائل من يثرب، القبائل كلها بتيجي من يثرب على اختلاف اسمائها، بيجوا في موسم الحج يحجهم، وطبعا ولما بيحجهم بيشتروا حاجات يقدموها للايه، للالهه بتاعتهم. منين بيشتروها؟ منين؟ من مكه. يبقى اسواق مكه اهي ناحيه اقتصاديه تانية، انا غششتها لكم برضو، ناحيه اقتصاديه شغاله ايه في موسم ايه، في موسم الحج. يبقى بتستفاد من الحج الناحيه الدينيه والناحية الاقتصادية برضو من الحج، تمام؟ يبقى أنا مكة هنا بتستفاد من يثرب ومن أهل يثرب في ناحية اقتصادية وناحية دينية، وعرفنا إزاي. فطبعا ما ينفعش تسيب النبي يهاجر مع بقية المسلمين إلى يثرب عشان ما يهددوهاش بعد كده. وفعلا اللي هي حسبته هتلاقوه في الدروس اللي بعد كده بنشرحها مع بعض، بعد ما النبي أسس المدينة في الأسس الدولة بتاعته في المدينة الايه النبوية. طيب دي الحتة بتاعت ليه قريش كانت عايزة توقف النبي وتقتله علشان ما يخرجش منين؟ من مكة. عرفنا شباب ناحية ايه؟ خوفها من ايه؟ ها؟ مكانتها الاقتصادية ومكانتها الايه؟ الايه؟ الدينية. وعرفنا ازاي؟ بطريقة غير مباشرة وبطريقة مباشرة. طيب ندخل في الحتة اللي كنا بنقولها، اللي هي بقى تخطيط الرسول بقى لإيه؟ للهجرة ليثرب. إحنا من شوية قلنا إن هجرة النبي عليه الصلاة والسلام كانت مسبقة للهجرة، كان بيخطط ليها من قبل ما إيه؟ ما يهاجر، تمام؟ طيب هنشوف بقى التخطيط ذات نفسه بقى اللي هو الرسمي، الرسم بقى اللي بدأ بقى كده يحط بقى الإيه؟ قدامه الخريطة، ونقعد بقى نشوف إزاي. النبي عليه الصلاة والسلام اختار مجموعة من الشخصيات، وكل شخصية لها دور، وكل ما نشوف كل دور لشخصية، يعني نشوف الشخصية ونشوف دورها، نستنتج إن النبي عليه الصلاة والسلام كان بيتميز بالعبقرية في التخطيط، عبقرية التخطيط، وبنستفاد منها على المستوى الشخصي وعلى المستوى الدولي إن لابد إن الإنسان قبل أن يشرع في عمل شيء مهم لابد أن يسبقه عامل التخطيط. يجيلك في الامتحان يقول لك الحتة دي، قبل ما الإنسان يبدأ في عمل أي حاجة بقى يقولك عليها لابد أن يسبقه إيه؟ يسبقه عامل إيه؟ ويقولك شوية عوامل، يبقى عامل التخطيط.
التخطيط زي ما النبي عليه الصلاة والسلام عمل. يبقى ده درس برضو مستفاد، وصفة من صفات النبي استنتجناها من الشريحة دي، ركزوا معايا. تمام، نشوف بعد كده النبي لما اعتمد على هذه الشخصيات اللي موجودة قدامك اللي احنا هنتكلم عليهم بالتفصيل، نجد ان هم اهل كفاءه وليس قرابه. هم علي بن ابي طالب ابن عم النبي عليه الصلاه والسلام، وابو بكر صديقه الودود المقرب منه اللي مذكور في القران الكريم، والسيده اسماء وعبد الله ولاده، يعني هم يعني نقول قرابه، وواحد اسمه عبد الله ابن اريكت. لو جيت ابص هيقول لك مثلا سؤال يجي يسالك يقول لك النبي عليه الصلاه والسلام لما اختار اي شخصيه من الشخصيات دي، يجي لك على اي شخصيه ويسالك يقول لك عشان هو قريب النبي، فالنبي استعان بيه في التخطيط للهجره. لا، ده النبي عليه الصلاه والسلام استعان باهل الكفاءه. ده برضو درس مستفاد نستفيده على المستوى الشخصي وعلى المستوى الدولي. طيب نشوف مع بعض كده شخصيه شخصيه ونشوف كم دورها ايه. طبعا كلنا عارفين لما نبدا بعبد الله بن اريكت، هل ايه ده؟ دليل، كان دليل لمعرفة طرق الصحراء. يعني معنى كده هنرجع نقول عليه، مش هو دليل، يعني ايه دليل؟ يعني علشان النبي عليه الصلاة والسلام، بصوا كده اهو في الخريطة اللي قدامنا، النبي هيهاجر منين؟ هيهاجر من مكة يروح على فين؟ على المدينة. فهيمشي في الطريق ده كله، طريق طبعا صحراوي النبي ليس له علم به، فمحتاج دليل زي ما بنشوف كده في سينا. اخواتنا حبايبنا اللي في سينا اللي كان لهم دور كبير في حرب الاستنزاف وفي البطولات اللي الجيش المصري عملها وفي 73، يعني ما حدش ينكر الدور بتاعهم، كانوا برضو بيمثلوا ايه؟ بيمثلوا دليل لمين؟ للقوات المسلحه. فانت عندك عبد الله بن اريكت يعتبر ايه؟ دوره هنا ايه؟ دليل للنبي عشان يعرفه الطريق اللي هيمشي فيه. ليه بقى؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ماشي في طريق مجهول ما يعرفش عنه حاجة، ده مش عيب، ما نقولش بقى كبر بقى، لأ ده أنا النبي، ده أو أنا أقول مثلا لو واحد شخصية كبيرة يعني له مكانة يقول لأ أنا مش هستعين بحد، ده مش عارف حاجة، لأ لابد إن الواحد يستعين بأهل الخبرة في المجال اللي هو عايز إيه؟ اللي هو عايز ينجح فيه، يستعين بمن له خبرة. يبقى نستنتج برضو استنتاج تاني الاستعانة بأهل الإيه؟ بأهل الخبرة والكفاءة. طيب ممكن نحول دور عبد الله ابن اريكت لدور ايه؟ دور جغرافي. دور جغرافي دي حاجه جديده اهي. طيب نشوف مين؟ نشوف السيده مين؟ السيده اسماء بنت ابي بكر. السيده اسماء بنت ابي بكر كانت دورها ان هي بتعمل لهم تمويل وامداد، يعني بتجيب لهم الاكل. بتجيب للنبي الاكل لان هو في الغار. هما مستخبيين فين؟ في الغار ماشي؟ فكانت بتجيب له الاكل، وهنشوف حته الغار دي دلوقتي. فده يمثل السيدة أسماء بتمثل هنا دور إيه؟ إحنا قلنا عبد الله بن أريكت دور جغرافي، أما السيدة أسماء فبتمثل دور التعبئة. التعبئة عارفين في القوات المسلحة حاجة اسمها التعبئة والإدارة المعنوية، أهي دي السيدة أسماء بتمثل التعبئة، يعني الدعم المادي، الدعم المادي، أكل ورعاية. تمام؟ عبد الله أخوها كان دوره إن هو بيرصد تحركات المشركين، يعني كان بيبلغ النبي المشركين وصلوا للحته ان هي يا سيدنا محمد المشركين بيدوروا عليك في الحته ان هي، فخليك مستخبي لسه ما تطلعش دلوقتي. يبقى نحوله لدور ايه؟ لدور اسمه ايه؟ دور استطلاعي. دور استطلاعي. يبقى انا عبد الله بن اريكت دور جغرافي، دليل جغرافي. السيده اسماء ها دور ايه؟ دعم مادي ورعايه. السيد مين احنا كنا بنتكلم عنه؟ عبد الله بن ابي بكر دور استطلاعي، بيستطلع العدو وبيعرفه، بيعرفه حركات العدو بتاع الدعوه بتاعت النبي اللي هم قريش يعني. طيب الشخصيه العظيمه، الشخصيه اللي سبتها في الاخر، سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه. سيدنا ابو بكر الصديق طبعا يعني احنا محتاجين حصه كمان او نص حصه عشان نتكلم على دور ابو بكر الصديق مع النبي عليه الصلاه والسلام، بس بسرعه كده علشان وقتنا ايه قرب يخلص، فانا هجمعها لكم. اول حاجه انا عندي دلوقتي سيدنا ابو بكر الصديق، ان هو النبي عليه الصلاه والسلام طلب منه ان احنا هنهاجر فوافقوا. يبقى هنا ايه حته، بصوا يا شباب انا عشان اعرف انتم معايا ولا لا، انا هسالكم شويه اسئله وهستنى منكم الاجابه على الشات او في الحصه الجايه اشوفها. ابو بكر الصديق انا هقول لك الدور بتاعه او هقول لك الدور بتاعه وانت تقول لي استنتجت منه، اشوفك عرفت تستنتج احسن مني اكيد. طيب ابو بكر الصديق لما النبي قال له على الهجره
وطلب منه يعد راحلتين. يعني ايه راحلتين؟ يعني ناقة وناقة اللي هما هيمشوا عليها. وافق النبي وما اعترضش. انا عايزاك تقولي نستنتج من كده ايه من ابو بكر الصديق. طيب نستنتج من النبي عليه الصلاة والسلام لما طلب من ابي بكر، كان ممكن النبي، هو النبي فقير ان هو يجيب ناقتين؟ لا، النبي ممكن يعد الناقتين، بس هو طلبهم من ابي بكر. عايزاك برضو تستنتج لي، تستنتج ان الرسول يطلب من ابي بكر هو اللي جهز الراحلتين قدام بيته عنده برضو علشان ايه؟ يبقى انا عندي دلوقتي طلب بطلبه منك. ليه ابو بكر لما وافق النبي وسمع كلامه في كل الطلبات اللي طلبها منه، استنتج منه ايه؟ والنبي عليه الصلاه والسلام لما طلب من ابي بكر هو اللي يجهز الحاجه دي للرحله بتاعتهم، استنتج النبي كان قصده منها ايه. تمام. طيب إيه، النبي عليه الصلاه والسلام طلب من علي بن ابي طالب اللي هي الشخصيه الجميله دي، طلب منه انه ينام في فراشه، وكلنا عارفين القصه بتاعت عشان يرجع للناس اللي كانوا حاطين عند النبي من قريش ايه الامانات بتاعتهم، يعني اللي له فلوس، اللي له تجاره، اللي له اي حاجه موجوده عند النبي. طبعا ها بنستنتج شويه استنتاجات. ها استنتاج ان النبي كان امين، وان هما كانوا بيدعوا عليه عدم الامانه عشان كان ايه ضد الدعوه بتاعتهم، او ضد ايه ضد هدفهم. تمام. نستنتج امانه النبي عليه السلام، نستنتج شجاعه مين؟ شجاعه علي بن ابي طالب. نستنتج ثقه علي بن ابي طالب في النبي. نستنتج طاعه علي بن ابي طالب للنبي. طيب يبقى انا غششتكم اهو في علي بن ابي طالب، وسبت لكم السؤال بتاع مين؟ ابو بكر الصديق. طيب اخر حته في الدرس، لو شفنا كده خط سير النبي عليه السلام في رحلته الى المدينه، بصوا كده انا عندي دلوقتي طريق الهجره اللي هو اللون الاسود، الاسهم السوداء دي مكه. لو جيت الاحظ الاقي النبي عليه السلام في غار نوص اسمه غار صوف، النبي استخبى فيه، موجود في جنوب مكه. يبقى انا استنتج ان النبي بيضلل مين؟ بيضلل قريش، ان هو ما اتجهش مباشره من مكه في الهجره بتاعته وطلع ناحيه الشمال في طريق القوافل. اول حاجه نزل في الجنوب في الغار عشان يستخبى فيه، علشان يعمل تضليل لقريش، ان هي عارف ان هي، يبقى ده ذكاء من النبي عليه الصلاه والسلام وحسن تخطيط. بعد عن الطريق بتاع القوافل اللي هو باللون الاسود ده، ومشى في طريق تاني مش مباشر، علشان برضو يوهمهم ويعمل لهم عمليه تمويه ان هم مش هيلاقوه في الطريق اللي هم عارفين ان هو هيمشي فيه. عشان كده جاب الدليل معاه، لان هيمشي في طريق ايه؟ ما هو حد فيكم يقول لي ما كان بيشتغل بالتجاره يعني عارف الطريق يا مس؟ اقول لك لا، هو مشى في طريق مختلف تماما، ما سبقلوش ان هو يمشي فيه قبل كده، علشان قريش هتدور عليه فين بغبائها؟ هتدور عليه في الطريق المعتاد بتاع التجاره. لا، هو بقى عمل حسابه في الحته دي ومشى في طريق ايه مختلف. يبقى احنا كده دلوقتي اخذنا تخطيط النبي عليه السلام للهجره ليثرب، وعرفنا الشخصيات اللي النبي عليه السلام استعان بيها، وان هو اختارها لكفاءتها، وان هي مش للقرابه، وان هي قادره على تحمل الايه؟ تحمل المسؤوليه اللي هتقع على عاتقهم. وكل شخصيه من الشخصيات دي كنت محتاجه وقت اكبر من كده عشان كمان اكلمكم بزياده عن التخطيط للايه؟ للهجره. كده افكركم يا حبايب قلبي قبل ما استودعكم في حفظ الله، افكركم بان انا هنزل لكم دلوقتي الفورمين على الشات، فقبل ما تمشوا يا ريت تاخدوا الايه؟ تاخدوهم وتحلوهم وتبعتوهم، علشان ابعت لكم رأيي في الحل اللي انتم اخطأتوا فيه او كده. تمام. استودعكم في حفظ الله وامنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.